أخبار نادي الزمالك وملف القلعة البيضاء. طيب في البداية الزمالك بيواصل تدريبات طبعا لمناقشة الوداد. الزمالك هيتوجه النهاردة اللي هو يوم 23 لمباراة الوداد اللي هي المباراة الأولى دور مجموعات. طبعا كلنا عارفين إن الزمالك كان ثالث نقطتين من التعادل في أول مباراتين له في دوري دور المجموعات مع فريق استراده ومع فريق بتروح باسكتبول. الخبر الأولاني معانا النهاردة إنه بالفعل تم الحمد لله استعادة أحمد سيد زيزو حالته الصحية والبدنية، وبالتالي هو هيسافر مباشرة إلى نادي إلى المغرب، وهينضم للفريق مباشرة وهيلحق معاهم تمرينتين قبل المباراة. وده مشاركته خلال المباراة دي هتكشفها الأيام اللي جاية أو الساعات القريبة الفاضلة. تمام. طيب طارق حامد، طارق حامد الراجل النهارده بالرغم ان هو يعني كل الناس بتاكد انه خلاص اختار طارق حامد، لكنه لم يشارك في التدريبات الجماعيه. شارك بس في حاجات بسيطه جدا من الجزء البدني، لكن ما شاركش تاهيلي او شارك في المرار الجماعي بتاع الفرقه. علشان كده طارق حامد بالفعل ممكن يتم يعني ضمه في القائمه، لكن مشاركه طارق حامد انا شايفها من الحاجات البعيده جدا خلال الفتره اللي جايه، خصوصا في المباراة الأولى. يعني طارق حامد ممكن يلحق المباراة الثانية، لكن المباراة الأولى طارق حامد صعب جدا إنه أصلا يلعبها. يعني أروح للخبر الثالث معانا النهاردة، هو خبر أشرف بن شرقي. ده يمكن ده مهم يا استاذ علي، لان بعض الصحف النهارده بتتحدث انه خلاص بيني تعاقده مع الدحيل وراجع للزمالك. يمكن ميدو قال نفس الكلام ده، فبرضه مهم ان حضرتك توضح موقف فرجاني ساسي او موقف الزمالك من فرجاني ساسي. طيب لا انا عندي دلوقتي بنتكلم في موضوع اشرف بن شرقي. انا اتاكدت من معلومه ان اداره الزمالك خلاص هتسافر المغرب ومعاها عقود اشرف بن شرقي. اوكي معاها عقود اشرف بن شرقي. هل ده معناه ان اشرف بن شرقي هيجدد ولا لا؟ لا دوت ده معناه ان اشرف بن شرقي خلاص كده اقترب بشده من الزمالك، وزي ما قالت اداره الزمالك لو اشرف بن شرقي ما موضعش مع اي فرقه هنجدد له. وبالفعل اللي هيفاوض اشرف بن شرقي هم اتنين من مجلس الاداره ومعاهم امين مرتضى منصور. الحديث عن عودة فرجاني ساسي، بالفعل فرجاني ساسي تم التواصل معه بشدة، لكن الخبر اللي عندي من إدارة الدخيل هي اللي قالت لفرجاني ساسي إن هي مش عايزاه بنهاية الموسم. كان حصل تواصل ما بين إدارة الزمالك وما بين أمير مرتضى منصور وما بين فرجاني ساسي والحديث حول العودة، وبالفعل حصل الكلام دوت. لكن أنا شايف إن الزمالك فرض شروط المرة دي لعودة فرجاني ساسي. العقد هيبقى قليل جدا عن المرة اللي فاتت أو عن العروض اللي اتقدمت له. كمان الزمالك مش هيحط شروط جزائية لفرجاني ساسي زي ما تقول كده يا فندم. يعني فرجاني ساسي ترجع بس بشروط الزمالك مش بشروطك أنت. يعني شايف من وجهة نظري فكرة عودته أصلا هو تقليل من قيمة نادي الزمالك. صحيح انت لاعب سبق ورحل على الرغم ان اداك اكتر من وعد وكان بيبوس التيشيرت ورحل في وقت انت كنت محتاج وانت كان موقف عندك بيت، ولا همه ده كله، هو همه الفلوس. يعني معلش متزعلش مني، هو فرجاني ساسي ساب الزمالك عشان 3 مليون دولار وانت كنت بقدم له 2 مليون ونص دولار. فالفكره في نفسها كانت مع فرجاني ساسي فلوس مش اكتر ولا اقل. تمام.